مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي او لدرين الشعب كيسا ايا بوغضي قوبكو يالا حافظها كالدوان اي دقموين كعاصمة دا اي كعيديين كو اسوددكو ايو دبال دقين مناسبة دا مالنتا قيمة حبادان اي ايدو الفدرقة مدحوناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي او اي وهليان حمناكم اذا قولها وسير هذا مايركا عاصمة دا هرقيسا اي تليها عيدان كبوليسكا ايا بوغضي هوتيلا دا نصية كاه عصب إيه جران هدي أو كويا لا دجموين كعاصمة دهر جيسا حافظة هيدا مدحوناها جمهورية الصومالي لان أي ضد كي قوبها أو بغضي كسرنا وحي آدو الرياقين إن مدحوينه أو كسر بغضي قوبه أي كعيدين أي كسرناين ضد كرير الصومالي لان قيبة كم إذا أي مدحوناها الصومالي لان كبغضي قصر جم مدحتوه الصومالي لان أو سلان تعيدة أي وجود مدحينه هنا انتي كلا ايدتك هكسو حردي وحاوو تغي سلاان قوبي هاي كسو غنايا نسيقو كوغاري وزيرك ورفافينتا وعي قلين تير داقن كي جمهورية دا سومالي لان سلابان يوسف علي كوري اسلام مركان اعفين كا حكومة دا سومالي لان ايا تفازيل كبحيي بوغشاد مدحينه وغو تغي دادك عيدي اي كسو غنا عاسمة دهر قيسا مدحوينا جمهورية دا سومالي لان ايو وفتي بلاران وحكامين ايو باي كمدهين وزيرك وزارة دا حنانة حولها وزير ماير كمجالة تليها أيضا كا وزير كدين تي وقافتا يو مسؤولين كلا بدن وقرن كمدي وحا كرمير مدحوينه وقصو مري لمان ديغان دا عاصمة دوكا كوبان تاي يدو وقوقا بلي مركي وري قصر وكدقية مجالة هرقي سدد بدن ورير سومالي لانا مركي دمانا إلا كاه إلى حافظ أحمد موغي هوتيل كنصية إلى عصب إلى إيو الماشي اللي يلاهدو جران هدي انتا أيان يسو صومري مدحوينه رماندتكا للن يرادا عرورتا وحا مدحوينه كل عيدي سي أوغار سيو أما أوغول عيدو أيو هالكا أوغو صومري رمان دادك وچية دو دو حاكم قطي فرحاد رين رين بارار ايو انا ياركين مدحوين هو دي اول عيدية عروري عيو عروري الرولة ادي ادبا نورنتي اوغو فرحسان هاي سفر كا عيدة او مدحوين وكو سومري دادك رير سومالي لانا تاسو حي توسيسا ان امدو اي ديارو تاي ان اي ودو ودرقاغضو سميد نماء والال نماء اهل نماء ايو in madaxweynahoodii ay doorteen oo kalsoonida dadka awgeed oo meel kasta isla taago qoob kastana ay ku wada sheekaystaan shaah ku wada cabaan iyaha ku wada cabaan caruurta la isla sawiro goobo badan sababtoo ah dawladdu waxay ka timid dadka runtii kalsooni weyn ayaa shacabka ka muuqatay annaguna aad baan ugu faraxsanahay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Suul Maxamed ayaa dhankiisa iftiimiyay qiimaha ay leedahay in madaxdu ay bulshadooda la ciido taasoo Soomaalilandna marago ah nabadgelyada iyo isku duubnaanta shacabka iyo xukuumadda ay farxada maanta inaannu ilaa heer madaxweyne sida wasiirka warfaafintu sheegay aad u faahfaahiyay la ciidna dadka iyaga oo aanu lug iyo farasba kula ciidno oo siiba dhalinyarada iyo dumarka iyo caruurta meelihii ciyaaraha loogu talagalay maalmaha faraxa oo cagta soo wada mariyay madaxweynuhu maanta daamaha Hargeysa oo dhan iyadoo asagana farxad ka muuqato inuu la ciidayo ummadiisii si nabadgelyo ah oo xasilooni ku jirto waan xasarad lahayn u dhex socday intaa dadkiisa maalinkan maanta dadkuna aad u farxeen wax ogaa aanay jirin dad fara badan aan ogeyn intii iman karaysay ay timi madaxtooyada ay ku salaantay laakiin intii aan iman karayn asagu xaqiisa ugu tagay ayaa wax maanta lagu mahadnaqay ilaahay lagu mahadiyaa ah aniguna shakhsiyan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa anoo salaan u diraya shacabka reer Soomaaliland dibad iyo gudaba ciidal fitriga ah ee aynu iidnay Ramadaan in ilaahay soontina inaga aqbalo farxadda ciidana iyo nabadgelyada iyo roobka aynoo da'ay iyo barwaaqada aynu ku jirana inaanu dadka gaadhsiino salaan iyo hambalyo meel ay joogaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ilaaway ciidanka qaranka siiba kuwa xuduudaha daadsan ee aan iyagu nasiib u helin xaasaskoodii iyo guryahoodii inay la ciidaan halkay joogaan inaanu ku gaadhsiinayno hambalyada
يررنت عيدة أنا نلنا وما هتنتين نقرن كينا وديب شريسان هي قوة شو قدر كجودي هي سيا يجون هيجن كأسا عدو الباء نوعية ديهم بعيدة ما دقرن كه أيانا يجن هم بليو دريا شغالها وزارة دي دي دخاتير تحولها كل حجرة اللي حدا قبل باء كشغينا يا رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كجمهورية الصومال الآن عاصمة دهر قيساء.